السلام عليكم من جديد وأهلا بكم في حلقتنا لهذه الليلة، ونصل إلى الفقرة الأخيرة جرائم الشرف. كيف ينظر الإسلام فضيلة الشيخ سيد زايد إلى جرائم الشرف؟ هناك الكثير اليوم من جرائم الشرف، وعلى ما أعتقد أن المملكة الأردنية الهاشمية يمكن هي من أكثر الدول العربية في الوقت الحاضر التي تشهد مثل هذه الجرائم، حتى جلالة الملكة رانيا تقدمت بمشروع قانون يعني يكون حاسما وقاطعا لمكافحة هذا الموضوع. أيضا في مصر هناك نوع من العقوبات المخففة على جرائم الشرف، وفي بعض الدول العربية أيضا. الإسلام كيف ينظر إلى جرائم الشرف، وكيف ولدت فكرة جريمة الشرف؟ يعني من أين رأف؟ يعني من أين أتت؟ أتت من عادات وتقاليد ومفاهيم جهلي، لأن المرأة مظلومة منذ القدم، وإذا الموؤودة يعني المقتولة القتيلة سئلت يوم القيامة بأي ذنب قتلت، ذنبها أنها أنثى، ذنبها أنها امرأة. حتى لدينا الآن في الصعيد الست بتبقى في حجرة العمليات والزوج واقف برة، مش حبا ليها ولا وفاء ولا عطفا عليها، إنما تشوقا واشتياقا وانتظارا نوع المولود. هي بنت ولا ولد؟ لو بنت ربما يطلقها، ولو ولد لأقام الدنيا وأقعد. إلى هذه اللحظة التي نحن فيه، مهما علت الشهادات، تأتيني فتاوى، لا أنسى فتوى لأحد المهندسين، مهندس صاحب عقلية رياضية، العلم توصل أن الرجل الراجل هو المسؤول عن نوع المولود، القرآن يعني كان ذكرا أو أنثى وليست المرأة. القرآن سبق هذا يا أستاذ كمان أيضا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تم، وليس من بويضة. نعم، إذا كان عيب في الإنجاب للبنت وليس بعيب، يهب لمن يشاء إناث. صحيح. إن كان عيب بمفهومنا نحن في الصعيد الآن، هذا المفهوم الجاهلي المتخلف البعيد عن حضارة ورقي الإسلام وعدالة الإسلام، لأنه ربما تكون البنت. نعم، نتكلم عن البعض كي لا نشمل البعض. نعم، أنا أقول عن البعض كي لا نعمل. يأتي هذا المهندس، لأنه هذا المفهوم أيضا موجود في الصين، موجود في دول هذا عبث علمي، هم يريدون البنين يريدون البنات وهكذا. طيب. كان الدكتور مصطفى محمود يقول هذا نوع من العبث العلمي، الإجهاض المبكر لنطفة الأنثى وهكذا. يأتي المهندس يطلب طلاقها لأنها عاصية لأمره. إيه أمرك يا باشمهندس؟ ما سمعتش الكلام، بقول لها عايز بنين بتجيب بنات، وكأنها مصنع يفرق بالبنين. أي عقلية معانا؟ ومهندس خريج كلية رياضية تحترم العقل وهكذا. نرجع إلى موضوعنا، قلت بأن العادات اتهمت البنت بأنها سبب العار والشنار والفقر، فكل هنة منها تحسب عليها. لو وقفت في البلكونة بتنشر الغسيل وبدا ذراعها، قطعنا الذراع، شعرها لو بان دون أن تقصد نقطع رقبتها، إنما الولد يفعل ما شاء، وهذا ظلم بين. لابد أن نعيد للبنت أولا كرامتها وقيمتها وإنسانيتها. خذ مثلا، للأسف احنا داخلين على 2015 عادة الدخل البلدي لدينا في الصعيد، فضيحة، انتهاك لكبريائها وكرامتها، وكأنها ذبيحة في ليلة الزفاف في ليلة الدخل. فإن لم ينزل منها دم، في اعتقاد أهلها وذويها بأنها قد زني بها أو ضاع شرفها، تقتل. وعندما يأتي الطبيب الشرعي يثبت أنها البريئة الشريفة العفيفة، لديها غشاء البقار كما يقول الأطباء، غشاء مطاطي أو غشاء داخلي، أو لأنها حيية أم الحياة على استحياء هرب دمها زي ما بنقول، شريفة بكر، ولكنها قتلت. إذا عدنا للشرع الإسلامي، جريمة الزنا إذا أردنا جرائم لا تثبت على الإطلاق بسهولة، لأنه لابد إما الاعتراف أولا كما يقول أهل القانون، اعتراف سيد الأدلة زي ما قالت الغامدية للرسول إني زنيت فطهرني، أربع شهود أو أربع شهود، ومش شهود يرونها كما يرون القلم في المحبرة أو المروت في المكحلة، يعني بالبلد حال التلبس كما يكون الزوج مع زوجته في لحظة الجماع على فراش الزوجة. أخبرني يا أستاذ طوني، هل الباب بيبقى مفتوح؟ وإن ده راجل راح لسيدنا عمر قال له سمعت ورأيت، قال هل معك من شهود؟ عايزين ثلاثة كمان عشان تبقى أنتوا أربعة، لأن أربع شهود بلاش الأربعة دول، اتنين واتنين أربعة حتى لا تفسر، أربع شهود. قال له معيش، قال له إما أن تأتي بالشهود الثلاث. ألاحظ بقى عدالة الإسلام حضرتك والانتصال لشرف المرأة،
إما أن تأتي بشهود ثلاثة معك، وإما أن أقيم عليك حد السب تجلد 80 جلدة. إنما أنا عشان أشك أقول هي زانية أقيم عليها الحد، محال بحال من الأحوال. ثم نقيم عليها الحد إزاي؟ هب أنها زنت، الغامدية كما ضربت، هذه الصحابية كما ضربت المثال، أبوها ما أقامش عليها الحد ولا زوجها. الشرع والقانون بيقول للزوج إقامة حد الزنا على الزوج، نعم، إنما هو لا يقيم فيها الحد. ممكن هو كذاب، ممكن يكون هو الزاني، ممكن زي ما بقول علماء النفس بيقولوا عايز يعمل عملية إسقاط، يعني لا تعيبني ولا عيبك، العيب صايبني وصايبك، عايز يتهمها هي الأول، ضربني وبكى وسبقني واشتكى هو الزاني، فعايز يتهمها بالزنا، أو عشان يتلاعب بالقانون ويثبت أنها زانية فيطلقها ولا تأخذ بقى لا قايمة ولا مؤخر صداق ولا نفقة متعة، والحضانة لأولادها تسقط عنها باعتبار أنها غير أمينة على تربية الأولاد. إذن هذه عقول تلعب في الشر ويلعب الشر بها. إنما لو ثبتت جريمة الزنا لا قدر الله باعتراف المرأة أولا، حتى لو اعترفت مش عايزينها تعترف، من ستر نفسه ستره الله. جمال التشريع والفقه الإسلامي، المرأة لما راحت تعترف لسيدنا عمر بأنها زانية، وبعدها جه الزاني يعترف كأن عمر لم يسمع، قال تخرني يا أمير المؤمنين، قيم علي الحد. الأمير القاضي اللي بينفذ الأحكام، مش مجتمع غابات، مجتمع عشوائي، الزوج يدبح وأبوها وبعدين نرجع نندم، لا، إنما هناك هيئة مستقلة، القضاء له قدسيته في الشريعة الإسلامية. عمر كأنه لم يسمعه، تجاهله تماما، فلما ساب الجامع وطلع قال له يا أمير المؤمنين طهرني، قال له فضحت نفسك فضحك الله، أيستر الله عليك ثم تفضح نفسك؟ مش عايزين حد يعترف، عايزين نستر بعضين. طيب مع الزوج هل هناك بحاجة إلى شهود؟ لا يحتاج شهود الزوج. الزوج إن وجدها متلبسة، نعم، ومن يثبت؟ يثبت هو يقيم الدعوة، وللقاضي أن يرى، وغالبا لا تثبت لأننا في الشرع الإسلامي لابد من الأمور. إنما هو لو دخل ووجدها في حالة يقينا تماما متلبسا ومعها من يزني بها انتهت القضية، لأنه ليس مع العين أين، إنما أن يقال في نقطة أنا مع جناب القص فيها تعديل بعض القوانين. طب لما متلبسة يعمل إيه؟ بيرفع الأمر للقضاء باتهامها بجريمة الزنا. لا، نتكلم في الإسلام. نعم، في الإسلام يقام عليها الحد. النهاردة ما فيش حدود، يعني المرأة الزانية ترجم بالحجارة حتى الموت. جرائم الشرف في المسيحية، الإجابة موجودة في إنجيل القديس يوحنا في الإصحاح الثامن، الواقعة الشهيرة إن البعض خد المقولة دي ردتها، وربما لا يعرف إن المسيح هو قائلها، لما امرأة أمسكت في زنا. نعم، موجود النص أهو في الإصحاح الثامن. لما أمسكت في زنا كان كل اللي يهم السيد المسيح حاجتين، نمرة واحد أن يرد لها فكرة شرفها في نظر الناس لما قال لهم من منكم بلا خطية فليرجمها بأول حجر، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لما جه في الآخر قال لها أين الذين دانوك، أما دانك أحد؟ قال لها ولا أنا أيضا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. أنا بأكد تاني يا أستاذ توني أن خلاص النفس في المسيحية والتوبة أفضل بكثير من القصاص والانتقام. إذا حدثت جريمة الزنا نحن نستر ونعالج، نبحث عن الأسباب ونذلل هذه الأسباب، ونعطي القانون الكنسي اللي جوه الكنيسة من جهة الحرمانات زي حضرتك متفضلت وقلت، بيحرم من دخول الكنيسة إلى، بيحرم من دخول الكنيسة إلى، حسب ما تكون حالة كل إنسان، ولكن لا تطبق ولكن قوانين بالعموم. نحن نعلم تماما أن الزنا في المسيحية هو من الأسباب الموجبة للطلاق، صح؟ يعني لو تمام. في هذا التسامح والتساهل الذي تتحدث عنه والتستر الذي تتحدث عنه كنت لا تطلق زوجين لأنه أحدهما زاني. السبب الوحيد لأجل إقامة أو طلب الطلاق هو اللي قاله السيد المسيح، لا طلاق إلا لعلة الزنا. نعم، لا طلاق إلا لعلة الزنا. ربما لا توجد في المسيحية، ويمنع الزاني من الزواج مرتين، الطرف المخطئ، الطرف المخطئ الزاني، أيوة بالضبط، الطرف المخطئ والذي يثبت هذا. النهاردة المجلس الإكليريكي والمجالس اللي حيشكلها قداسة البابا توادرس حتى حطوا هناك أنواع أخرى من الزنا تؤدي إلى التطليق،
مش بس الزنا الفعلي، لكن في هناك الزنا الحكمي وله تفصيلاته. شو يعني زنا الحكمي؟ ما المقصود؟ ما هو بحكم الزنا يعني أن تقام علاقة لا تصل إلى حد الزنا الفعلي، نعم، لكنه نوع من الخيانة وهكذا، واخد بال سيادتك؟ هذا أيضا يقود إلى التطليق والفعل. طيب بس يعني لأنه الوقت دهمنا، سؤال أخير، هل بالفعل هناك أحكام مخففة لمرتكبي جرائم الشرف في مصر؟ يعني الذي يقتل تحت شعار جريمة شرف عنده حكم مخفف حسب القانون؟ أتكلم ننظر إليه الزنا، لا 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 أتكلم شريعة، أتكلم قانونا. قانونا أنا لي رجاء أن تعدل بعض القوانين، لأن في قضية الشرف، في قضية الزنا بالنسبة للزوج للزوجة، الزوجة إذا زنت في البيت الزوجية في فراش الزوجية الحكم تماما كما لو زنت خارج البيت طبعا. إنما الزوج لو زنى خارج البيت في فندق في سيارة الحكم يخفف كما عكس لو كان في البيت. فما فيش التعدل. أنا لا أتكلم عن حكم الزنا، أنا أتكلم عن جريمة الشرف، يعني أخ قتل شقيقته لأن باعتبارها أنها زنت، أو والد قتل ابنته لأنه كما سبق وذكرت ظنوا أنها لم تكن عذراء، أو أب أو شقيق رأوا شقيقته مع شاب في الطريق فراح قتلها باعتبار أنها جريمة شرف. هنا القانون يصدر أحكاما مخففة أو يصدر الحكم على القاتل وكأنه أي قاتل عادي في جريمة أخرى؟ دعني من باب احترام التخصص أن أجيب من الناحية الشرعية، ليس لأحد أن يقيم حد الزنا أو حتى التعزير أو العقوبة أو الضرب أو الحبس في البيت أو ما شابه إلا لولي الأمر أو ما ينيبه، إنما كزوج يملك فقط رفع القضية إلى القضاء ثم القضاء والذي يحكم بسجنها، لأنه ليس موجود الآن. أنه لا ولي الأمر شو لازم؟ ولي الأمر هو الذي ينفذ العقوبة سواء تعزير أو سجن أو ما شابه، إنما الزوج الأخ الأب يقيم بيده، هذه فوضى لا يعرفها الإسلام، بدليل أن الغمدية لما زنت يعني حتى أراد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يحق للأب، يعني أفهم منك يحق للأب أن يقتل ابنته إذا كانت زانية؟ لا يحق، أقول لا يحق، لا تقول أن الأب يحق، لا يحق، ولي الأمر ما فهمت، لا يحق للأب أو للزوج أو للأخ أو لإنسان كائنا من كان، نعم، أن يقيم الحد، بمعنى أن يقيم العقوب، فقط هو من القضاء يقيم فقط، وإلا تحول المجتمع. هل لديك معلومة إذا كانت الأحكام مخففة أو لا؟ أنا ليس لدي معلومة قانونية، لكن اللي أنا أعرفه أنه أن القضاء له تفسيراته في حتة من قتل ولماذا قتل، سبب القتل إيه، ولذلك مش كل أحكام القتل تأخذ إعدام، كل أحكام القتل هذه المادة بالذات، يعني جرائم الشرف هل لها أحكام مخففة أو لا؟ ربما القاضي تترأى له أمور، يأخذ بروح القانون بنص القانون، يعتبر دفاع عن الشرف، يصدق لديه الحس القضائي، فهذه يسأل فيها القضاء. حضرة الشيخ سيد زايد وحضرة القمص استفانوس سمير عازر، شكرا لكما على هذه الحلقة، وطبعا على أمل أن نلتقي في حلقات أخرى ومواضيع أخرى. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.